اخبار اليوم. خلاص تمام، هندي لك الرقم بتاعك، تاخد الكرسي بتاعك كده وفي مكان الانتظار. عايز تشرب شاي ماشي، عايز تتفرج على التلفزيون ماشي، تشوف الارشادات ماشي، هينادى عليك بالميكروفون رقم كذا شباك كذا، تروح رايح له على طول. تخلص قصتك معاه، تخش على الكازنه، تخش على التصوير، تاخد عليك الرحله. ده في الحيز الرحله بتاخد في حاله تمام الورق تماما بدون اي تعطيل، هتاخد في حدود مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير. 45 كويس. اماكن التصوير جوه المكان يا فندم؟ اه مكتب كده. لا، وتصوير المستندات كله. لا اه ايوه تمام. سجلت مع الناس صعبه. ايه صعبه لسه جايه من شويه، ما فيش ربع ساعه استلمت. يعني ما فيش صعوبه بتقابلك في المرور؟ الحمد لله ولا حاجه. لا ما خلاص، ما عادش زحمه خلاص. انت بتيجي الخزنه، كانت المشكله كلها كانت دلوقتي الخزنه بتيجي في وقت الاول. طب التعامل معاك في اداره المرور كان ايه؟ لا الناس هنا متعوره كويس، وبعد كده انت اول ما بتيجي بتقدم ورقك هنا على الشباك، لقيت ورقك كويس بتخش تاخد ورقك وتقعد وخلاص. مش كده يعني. النظام يعني والله ريحنا، ما مش بخبي والله، والناس كلها عارفه. الحمد لله والله بمرض الله ريحنا وانا سريع. ربنا يبارك. انا تبع مركز لوكسور ابوس، بس انا حولت هنا لوكسور اقامه عشان السمعه بتاعت ربنا يديك الصحه. والله ربنا يكرمك. خلصت في قد ايه يا حاج؟ نعم خلصت ورقك كله في قد ايه؟ انا خلصت امبارح، جيت وجيت النهارده جبت التروسيكل وخلصت. انت كنت بتطلع ايه يا حاج؟ نعم ترخيص ترخيص تروسيكل. تروسيكل برخص تروسيكل حضرتك اول مره؟ هو ما كانش يستوفى اوراقه امبارح، كان في براءه ذمه ما جابهاش، والنهارده خلص بيستلم اللوحات. ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليك يا باشا.